هي رح تعودينا على القهوة دلشان. يمكن كلنا رح نتعود على أشياء جديدة ما كنا نعرف. إحنا نكره حياتنا القديمة. شنو قصدك؟ ما قصدي شيء. موسى منين جاب كل هالفلوس؟ يريد يفتح لك محل قص ويريد يشتري قصر ويمكن باشر يجي يقول لي اريد افتح لك محطه تلفزيونيه. منين جاب كل هالفلوس؟ مو مهم منين جاب الفلوس. مو مهم. مو مهم. لا مهم. لهالدرجه تكرهون حياتكم القديمه؟ وليش نحبها؟ ها دلشان، انت ليش تريدين تكونين نسخه عن كاظم وعن شيرين؟ ما كافي عاد؟ مو تعبنا؟ هذا البلد كله ما بي ولا واحد يسال اولاده منين يجيبون فلوسهم. بس انتوا تسالون. بس انتوا. أنا راح أبقى نصحة عن كاظم وشيري وراح أظل فخورة بيهم طول عمري. افتهمت؟ امشي امشي، خلنا نلحق على شغلنا. اهدي سوسن، أرجوك تهدي. مين هم لله؟ ودعي لهم الله يرحمهم ويهوبهم الجنة. لكن عاجز مرات يقتلوهم ليه؟ حرام حرام. هذه كلها نتيجة الفوضى اللي بتصير بالمنطقة. أرجوك خلينا نمشي بسرعة سوسن، ترى هاي المنطقة كلش خطرة. يلا سوسن. أمي وين؟ يام منال. هلا هلا، أحلى شيرين بالعالم. شوفي جبت لك أحلى شيرين بالعالم. أوتشيا ذهب هذا من زمان، وأنا دا أفكر أجيب لأمي الحلوة ذهب. باشا باشا باشا. منال دا أقول هاي الهوسة شنو؟ تاري موسى هناية. شوفي جبت لك شنو؟ ذهب صداقي؟ طبعا والله لا اغرقكم بالذهب والله. سامي احنا نروح مشوار لازم ونرجع فد شويه. وين نروح؟ ما عليك امشي يلا احنا نرجع بعدين. ايمان لا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. هلا هلا ومرحبا. هلا والله لايق لك العز، سيارة وجاه. يا هلا. طبعا اخويا سامي ويدي اليمنى. يا هلا هلا سيد سامي. هلا هلا حي الله. شرفوا تفضلوا. لا بس عندي شغلة ابو بدر. تفضل. اريد منك ثلاجة وطباخ وتلفزيون. ابشر تدلل يجنك الى البيت. ورد. تفضلوا. سامي انت ابقى هنا، انا اروح وارجع. ماشي ماشي موسى. تفضل. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. أنا عندي 1000 صندوق رصاص. أنا شراي. بس أنا جايك اليوم على ود محلك اللي على الكورنيش. ما أدري تبيعه لو لا. وإذا ما بيعه دبر لك واحد أحسن منه. وإذا ما دبرنا واحد المحل وأصحاب المحل بأمرك. الله يرحم أبو سطام اللي ورث ما مات. الله يرحمك أبويا أبو سطام. شوف أبو بدر، هاي آخر مرة تجيب سيرة أبو سطام على لسانك. افتهمت لو لا؟ زين يا أبو.
قاسي ومؤلم هالمنظر. واضح بس لازم تتعودي. شقد ما تشوفيني من الموت ما حد يقدر يتعود يشوفه. صدقيني بعد فترة هتتعودي. مرحبا. هلا. كيف صرتي دلشان؟ إن شاء الله أحسن. هسا أحسن. طيب كويس منيح. باليوم رايح ما راح تفضيه. إذا وكالته ما بدهم ياكي نحن بنوصلك عند فوق. أنا رايح عند خالد. لو حتتأخر عند خالد ما فيش داعي ترجع بالليل. الطرق بالليل مش مضمونة. اخذوني وياكم. ومين هيعمل الشغل اللي هنا؟ دائما الناس اللي نحبهم يروحون ويتركونا. ما تلاقيش صحابنا اللي هيجوا هتحبيهم. شكرا. شريف عن جد صرت شعري كثير غراب، كيف بدك تاخذهم كلهم على باريس؟ هو مش على باريس، هو على القاهرة. ما بدك تعيشي بالقاهرة؟ توقعتك تجي من وقت. في عندك حدا شيء؟ وانتش عليك. المهم أنا مشتاق لك وأريد أشوفك. شبيك ناجي شكو؟ حيا أنا جاي ودعك يا خالي. شنو مسافر؟ شي يومين بدنا نمشي. الظاهر ما راح اقدر اشوفها غير اليوم. لعد ناهد وين؟ ناهد راحت تودع رفقاتها. وين ام خالد؟ خلينا نسلم عليها. ام خالد مسافره كم يوم الخوالي. خساره ما راح نقدر نشوفها. يلا بكل الاحوال سلمنا عليها. اليوم اسوي لك قعده عراقيه على شاميه. ونظبط القعدة، شنو رأيك؟ يلا يلا يلا. تفضل عمو تفضل. الله الله ما شاء الله. مساء الخير. مساء الخير. أهلا 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 وسهلا. أهلين عمو. باباتي شلونك؟ الحمد لله. حبيبتي جبت لكم أسواق ولحم؟ خوش اللحم بالثلاجة خربان. هسه هذا ودي هذا مكانه شو يعني؟ عمو شلونك؟ فرحان وبخير. شو تقول لو تحكي لنا عن قصة روزيت بس بدون ما تبكي؟ هو ايه موضوع العيوب معكم؟ هذا زي ما يقولوا بالمصري عندكم بتلح كثير كثير، تعرفين شنو يعني هواية هواية. ما تعرف الرجال من يصير عمره 70 سنة يصير مثل الجاهل، من يتذكر حبايبه يقوم شوية شوية يبكي، شكو بيها؟ طب بالراحة على عم سربون شوي. أحب لدرجة إني ما أتخيل حياتي من دونه. ليش علاقتنا طول عمرنا؟ تعبت يا ناجي. تعبت وأريد أهاجر منه. أنا عم تفكر تروح يعني؟ أي مكان يحترم إنسانيتي وما يشك بيها إرهابي لأن أنا عراقي ومهزوم من الموت. تعبنا يا أخي تعبنا. ألو كأن بغداد عم تودعنا. بتهدينا لحظات حب نتذكرها بكل المدن. لو كنت عارفة ان الدنيا حتمطر ما كنتش حسيبك. حتى لو كنت رايح على جهنم. سلمني على خالد. خلي بالك منك. مع السلامة يا حبيبي. المطر يستدعي الاحتفال دائما. تذكرتها؟
أنا متذكر كل شيء. أي مشكلة؟ في شغلات كثير بتمنى أنساها. توقعت بإقامتك هنا راح ينسوك حليب أمك اللي رضعته؟ لا بالعكس، أنا صرت عم أتذكر أدق التفاصيل. يمكن العيشة مع الموت عم تخليه كائن لطيف، ما بقى عم بخوف. يا صديقي هذا كلام شاعري ما إلى أي قيمة عند ناس أمثالنا، ما يعرفون بأي رصاص راح يموتون. ناجي انسى. أي السمك رجع على المي. هاني هاني كنت اغني الروجيت ذيك الاغاني الحلوه لما كان المطر ينزل. هاي شبيك وين رايح؟ لازم امشي عشان شريف مسافر بكره الصبح، لازم اودعه. نعم يحب زين خليك مشي شوى ما طول تحبين المطر. يا ريت بس خلي يوم مره جاي احسن. لا خلاص وصلت جاني احسن. ما تقلقش سواقي في المنتج. نعم ما مطمن روحتش بهالليل. ما تقلقيش ده شيء مش أول مرة. انتبهي لنفسك. يلا أشوفك على خير. مع السلامة. ولا صوت ولا حركة. ما هي انت الباب؟ افتح الباب ولا افتح صوتك. فتح 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 اطلع اطلع. يا شباب اتحركوا لا تنسوا يا جماعة بسرعة. يلا يا شباب يلا يا شباب اتحركوا. يلا يا شباب يلا يلا يلا. بشوفكم الأسبوع الجاي ببريز إن شاء الله. لو اتجوزتوا وعملوكوا فرح حلو قوي وحرقصلكوا فيه بالقاهرة ما هيك؟ إن شاء الله. خاصاً طعام؟ بطعام في الطعام. ربيلك على روحك. كلمني مضلع اتصال. أنا كمان بحبك. انتبه لحالك. سلمي لي على ناهد وعناشي. شريف هسه رشا هسه رشا
أسهر رشا نهد جلال، نهد جلال خطفوها، الحقوها قبل ما تطلع من بغداد. إيش؟ إيش عرفت إنه ناهد؟ نهد جلال. متأكد؟ إيه متأكد. شلون أقدر أتزوج؟ على شنو؟ حتى أجيب أولاد يعيشون اللي عشناه، فقر وخوف. اللي خالد كل شوب العالم عاشت حروب آسيا وبعدين طلعت منها ورجعت عاش. لا تحكي لي عن برلين اللي دمرت، ولا عن باريس، ولا عن أفريقيا، ولا حتى عن اليابان. أفهم يا أخي، إحنا هنا بالعراق، هذا حالنا من 10,000 سنة. نعيش كم يوم حلوين ويرجع يتكرر نفس السيناريو. يعني أبو جعفر منصور لو بيعرف بده يصير هيك كان عمر مدينة نصها ما قادر نصها سكنات جيش. حلو المطار، حلو حلو، ريحة الأرض طيبة. هذا مطار بغداد، المطار الوحيد اللي بالعالم اللي له لون وطعم ورائحة هو مطار بغداد. ألو، أيوة رشا. رشا لحظة، ليش عم تبكي؟ شو؟ خطفوا ناهد؟ خطفوها يا ناجي، خطفوها. احكي مع القاهرة، احكي مع الأمريكان، اعمل أي إشي، اعمل أي إشي ناجي. كلاب، وين رايح؟ وقف، بدي اطلع. مستحيل تطلع منها، مستحيل اخليك تطلع وحدك. لو بدي موت بدي اطلع. مستحيل تطلع منها، اجي وياك. الشوارع مليانه مسلحين، لازم اجي وياك. انتظر هنا هسه اجي. خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خالد، شلونك؟ هلا أستاذ خالد، هذا ابن عمي عباس. هلا وسهلا. عمي مريض وريد سيارة نوديه للمستشفى. زين، طلعوا على الشارع تلاقون سيارة. شكرا، في مال. الله معك. سد للتليفون، لا حد يشوفك ونقتلك. امشي. بس لازم تفهمني دي يصير. ايش ده تشتغل؟ وهالشي منين؟ وشنو هذا اللي انت بيه؟ ولا تقول لي بالتلفزيونات. يهمكم كلش ايش ده اشتغل؟ طبعا يهمنا. يهمنا؟ منين كل الفلوس؟ سيارة وسايق وذهب. هاي فلوس. ليش انتوا وين شايفين فلوس؟ لا تقلل ادبك. هسه ادف لك وانت حي. خالو موسى، لازم تحكي منين جبت الفلوس وتريح الكل. انا دا اشتغل ويا اياد مصطفى. دا تشتغل ويا اياد مصطفى؟ ايش قاعد تشتغل وياه؟ بالسياسة. الرجال مأمن بي ومعتبرني إيده اليمنى. إذا أريد يبيع أو يشتري أي شغلة يكلفني إليه، مو أني ابن كاظم. أنا ما مصدقتك، ماكو داعي تكذب. أنت دا تشتغل بالممنوعات. يوم أياد دا يشتغل بالمسموح. هذول سياسيين، يعني برقبتهم موظفين وأعضاء بالحزب وأرامل وجيوش ومسلحين، كل هذول برقبتهم. هسه رايح اشوف اياد مصطفى وما تطلع من البيت الى ان ارجع. افتهمت ولا لا؟ كاظم خليها لباكر الصبح. لا هسه تعرف بابا. هسه دني ليل، باكر اطلع الصبح، اني ما راح انهزم.
شيء وطلعت تكتب حسابك وياي. كلكم دا تهددوني، كلكم دا تهددوني عبالك واحد مرتكب جريمة. أبو عمر هالفلوس ما كانت جريمة إلا بهذا البيت وإلا يومكم أنتوا. أنتوا وين عايشين؟ بس لو أعرف وين عايشين. طلعوا شوفوا الناس، واحد منتف الثاني على موت الفلوس. أنا ما راح أرجع لهذا البيت نهائي. الله يساعدك حبيبي. أهلا وسهلا. توصلنا الفندق الصحفيين؟ الصحفيين؟ ايش بيك يا معود؟ أنا خالد، ما عرفتني؟ ايش قد تدفعون؟ قد ما بدك، قد ما بدك. $50. روح حبيبي ما نريد، شكرا. قلت لك لا تحكي، ماكو داعي تكشف نفسك يا أخي. يا خالد 50 100 ما بهم، المهم إنه نوصل. بلكي باعك. لحظة لحظة. الله يساعدك اخوي، عندنا مريض وريد يروح للمستشفى. تفضل. يلا اصعد. يا هلا ابو علي، فاجأتني بهذه الزيارة واسعدتني. تفضل استريح. كاظم خير؟ اكو شيء؟ ماكو شيء، اريد اسألك كم سؤال واروح. اهلا وسهلا، بس كاظم اقلقتني. اريد اسالك عن ابني. يا معوه عن موسى؟ استريح استريح، خوفتني عبالي اكو شيء. استريح. الله بالخير. الله بالخير. عجبك البيت؟ الله يهنيك بيه، بس ما إلى طعم، بارد. كاظم يمكن احنا كبرنا، يعني أني مدى استمتع بأي شيء غير السياسة. ابني ايش دا يشتغل؟ دا يشتغل وياك؟ ابنك واقع على كنز، وبالمناسبة كبران. ابنك يعرف شغله زين. مدى افتهم ايش دا يشتغل؟ اياد، اياد الله يخليك ارحمني من قلقي. كاظم موسى دا يشتغل بتجارة السلاح. سلاح؟ ابني يشتغل بتجارة السلاح؟ ايه. شلون؟ وين؟ ويامن؟ مو وياي، ويا جماعة ثانية، بس لا تخاف عليها، أنا دا أراقبه وداير بالي من عنده. بعدين كاظم مثل ما موسى ابنك هو ابني. أنا مش عارفة إيش اللي صار، طول بالك وما تعلنش الخبر. أنا نفسي رايحة أجن،
مش مصدقة مش مصدقة والله مش عارفة. هيو هيو أنا أجي أحكي ساطع على الخط. أيوة ساطع بحكي معك بعد ساعة، ما عندي أي تفاصيل بس يصير عندي الخبرة. مع السلامة. اللي شو اللي صار؟ خطفوها وخطفوا السيارة همين. طيب يعني ما عرفتوهن؟ ما عرفتوا وجوههن من هن؟ يا أستاذ ناجي مسلحين وملثمين. طيب السيارات مين؟ شو السيارات هي؟ لوحات السيارات كلها مزورة والسيارات أكيد من باقة. اللي عرفوا إنه هسه صاروا أكيد برا بغداد. ناجي ناجي فيش حدا بمكتب مايكل. شو بدنا نعمل يعني شو الحل؟ مش عارفة. احكي مع القصر الجمهوري، احكي مع الشرطة، احكي مع أي حدا، أي حدا ناجي. هي قصر وهي شرطة، ما بدنا نعرف مين الخاطفة لحتى نعرف شو بدنا نقول لهم. يس بليز، ذيس از ناجي شرفتي. كان سبيك تو مستر ريفر. فيري فيري امبورتنت ايشو. سافرنا من أسبوعين كنا على نبي كل نص. ليش تفاجأت؟ تفاجأت ابنك يشتغل بتجارة السلاح؟ تجارة السلاح حس فلوسها مثل الرز. وبصراحة كاظم أنا تفاجأت بذكاء موسى. تجني ما تفاجأ. يمكن لازم أفرح لأنه ابني ابن عصره. كاظم ولد ما مخلص ابتدائية، شو تريده يشتغل؟ عامل قص، عامل بناء، نجار بيوت، لو بيع نعل. يمكن أنا من زمن ثاني. إيه نعم، أنت وبعض أصدقائنا من زمن ثاني، أنت وسرقون وسعدي. سرقون صاحب نظرية البهجة، وانت ما شاء الله عليك صاير صاحب نظرية الكآبة. أفكار بتاخذني وتجيبني. يكفي خسرت اثنين من أولادي، بعدين موسى ابن منه حتى يشتغل بتجارة السلاح. قليل اللي شفناه. اياد فهمني ارجوك، موسى دا يشتغل وياك تحت حمايتك. فهمني اكو خطر على حياته، هذول مافيا. ابنك راح يصير زعيم مافيا. ابنك ما يحب يعيش بامان، يحب الفلوس والقوة والجاه على طريقته. يشتغل وياك؟ يا ريت يشتغل وياي. ابنك ما يقبل يشتغل وياي إلا بشروطه. كاظم أنا لو عندي ثلاثة مثل موسى كان قلبتها للدنيا. ما دا أفتهم أي شيء. شوف هيات، إذا يصير شيء على موسى راح أحملك المسؤولية كاملة. ما أريد فلوس ولا سلطة. أنا على أبو الفلوس، يا أبو أبو القوة، يا أبو أبو السلطة. أريد أعيش بأمان، ما أريد ولدي يموتون. افهمني أياد، ما أريدهم يموتون، ما أريد ولدي يموتون. يكفي خسرت اثنين من أولادي. تتذكر علي مو؟ تتذكر العلي؟ علي ولد شعلة ذكاء وأخلاق
وجمال بساطة قتل بحرب إيران. ونديم، نديم كنت تقول لي عليه، هذا راح يصير أكبر شاعر عراقي بعد السيارة. يكفيني يكفيني اثنين يكفيني، ما مستعد أن أشوف موسى يضيع مني ذي همين. أياد أياد افهمني أرجوك، إذا تقدر تحمي احمي، وإذا حسيت أكو خطر على حياته أقنعني يسافر للشام، للقاهرة، طهران، للدنمارك، لأي مكان. ما أريدهم يظلون هنا، ما أريدهم يموتون. أرجوك أبو سيدك، أبو سيدك. كاظم، إذا صار علي شيء يصير على موسى، راح أخلي موسى بعيوني، خلي يمي، بلكي نحاول الطريقة أنقنعه حتى يسافر. قوم كاظم. طيب شو بدنا نعمل؟ العراقيين بهيك حاله شو بيعملوا؟ بالعراق العشائر تحل كل المشاكل. بس اللي خاطفينه يا خالد ما لهم عشيره. صحيح، بس ماكو واحد ما عنده عشيره وما عنده نسب. بهيك حاله بدي دافع عنها. الصحفيين الامريكان بيخطفوا الدنيا بدون ما بتعرف، الصحفيين الفرنسيين بيخطفوا الدنيا ما بنام، الا الصحفيين العرب بيتبهدلوا بيتشرشحوا بيتزلوا ولا شيء بصير. ناجي طول بالك حتى نفهم كل القصه، وبعدين لكل حادث حديث. تابع كل الامور مع بغداد. اي علي، طب وبالنسبه للخط الدولي اللي معاه اتصلتوا بالشركه؟ لا، انا تابعت الموضوع مع الشركه، بس قالوا لي الخط مغلق. اخر مره كان مفتوح في منطقه الكرخ في بغداد، بس بوعدوني وعدوني خير، يعني متى ما فتح ان شاء الله راح يبلغوني. طب شو علي يا علاء؟ قول لي اعمل ايه، ازيع الخبر ولا ما ازيعهوش؟ انا حيران مش عارف اتصرف ازاي. والله المره يا ساطع انا ما ازيع الخبر الان، لا نستعجل، يعني احتمال الموضوع ينحل بعيد عن الإعلام. يلا تبي شيء؟ مع السلامة علاء. هلا ناجي، هلا حبيبي، طمني شو الأخبار؟ ما رح نقدر نعمل أي شيء لحتى نعرف الجهة ومطالبها. علاء، حياة ناهد بين يدينا. ناجي أنا ما أوصيك، ناهد ما لها غيرك في بغداد، دير بالك عليها، أنت ما تحتاج توصية، وأنت عارف معزة ناهد عندنا. علاء أنا عم دافع عن حياتي، دافع عن حياتي، عم تفهمني؟